قبل الامتحانات اكيد يعني كان هناك زعما كان يراجع دروس تاعو، كنا نسيو نهيئوه نفسيا باش ما يكونش باش نقصوا من هذيك حده التوتر اللي كان فيها. مع مرور الوقت الحمد لله على العموم الاختبارات جات في اجواء مليحه والحمد لله يا ربي. الاختبار هو الحوصله تاع العام، يعني الحمد لله التحضير كان مستمر كونتينيو يعني عام كامل، ولا تقدر تقول 3 سنين ولا 4 سنين احنا نحاولوا نحضروا النهار هدايا. التحضير من الجهه النفسانيه ومن الجهه البيداغوجيه. فيما يخص الجانب النفسي حبينا نحضروها بلي نقولوا هذا تجربه للباك، ماهوش يعني نهايه العالم، وبلي الانسان لازم يكون نفسانيا يبعد شويه على الضغط هذاك وكما نقولوا حنايا الافكار المشوشه كما نقولوا. يعني نقدر نقولوا ما كاش مفاجات كبار، يعني تقريبا واش يقراو في المقرر الدراسي تاعهم تقريبا طاح في كاع المواد، مي كما يقول لك ليسونسيال راهم كملوا، ليسونسيال راهم كملوا، وان شاء الله الانسان اللي اجتهد ان شاء الله يقطف الثمار ان شاء الله. لا باس، مقبوله كاع الاسئله، قالت لي ملاح في متناول الجميع. الجانب النفسي كنا نعاملوها معامله خاصه ومام طون كما يقولوا لا باس ما شاء الله.